المتابعين في الدنيا، اشترك في قناة أخبار الفنانين مع نادين عشان تعرف كل أخبارنا الجديدة، وهتنسى كومنت واللايك. رغم 12 مرة زواج، سهير رمزي تكشف عن الفنان الشهير والذي تمنت الزواج منه ولم تنجح. أثرت الفنانة سهير رمزي حالة من الجدل في الفترة الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي بما صرحت به حيال أزواجها، وأكدت في إحدى التصريحات التلفزيونية إنها لم تعد تذكر عدد أزواجها بصراحة، لكن أكدت إن كله كان بالحلال وهذا أهم شيء، والأمر الأخير إن كان العدد كبير لأن ما كانش فيه ثقة. وأكدت إن أطول فترة زواج بالنسبة لها كانت زواجها الأخير من علاء الشربيني لأنه كان متحكم بالعصمة زي زوجها الأول، أما باقي الزيجات فكانت هي المتحكمة في العصمة في يدها. وكشفت عن الفنان والذي تمنت الزواج منه هو الفنان الكبير كمال الشناوي قائلة: ده الراجل اللي فلت مني وكنت أتمنى يكون من ضمن أزواج.